مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من أكثر من عنوان، وعنوان جديد نحاول أن نستفيد فيه الليلة: اللاجئون في المنطقة العربية. ملف أتعب اللاجئين أنفسهم، كما أتعب المجتمع الدولي وأتعب الدول المضيفة. بينما تسعى دول إلى حل أزمة اللاجئين في المنطقة عن طريق حسابات معينة، في المقابل تعيش بعض الدول على صفيح من المعاناة، وهي الدول التي تستضيف طوفانا من اللاجئين باستمرار وبشكل يكاد يكون يوميا. مؤتمر بروكسل الأخير وضع الاستراتيجيات الأساسية لمساعدة الدول المضيفة لتدارك زخم اللاجئين، تعهدات بتقديم دعم بقيمة 6 مليارات دولار لعام 2017 على شكل منح، إضافة إلى منح بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار للفترة ما بين عام 2018 وحتى عام 2020، وإضافة إلى توفير قروض بقيمة 30 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، منها ملياران و300 مليون دولار بشروط ميسرة جدا. إذن كل هذه الأموال هل ستكون كافية للحد من وضع اللاجئين على دول الجوار؟ أم هل ستخفف فقط من الأزمة المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات؟ وكيف سيتم استغلالها؟ وهل أن أزمة اللاجئين هي أزمة مالية فقط؟ وكيف يمكن للدول المضيفة أن تستقطب عدداً أكبر من النازحين؟ وهل من خطط جذرية لحل هذه الأزمة، إضافة إلى تداعيات هذه الأزمة على حاضر الدول المضيفة وعلى مستقبلها؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا سنحاول أن نقف عندها في حلقة الليلة من أكثر من عنوان، عنوانها: أزمة اللاجئين عبء يثقل كاهل دول الجوار، فهل من حل؟ ابقوا معنا. تجاوز عدد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر 5 ملايين لاجئ لأول مرة في الحرب الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات، وفق ما أظهرته بيانات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وظل هذا العدد ثابتا عند نحو 4,800,000 لاجئ معظم عام 2016، ولكنه ارتفع منذ بداية هذا العام. ووقع الأردن مع ألمانيا على اتفاقية منحة بقيمة 44 مليون يورو لتعزيز المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في المملكة. وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان إن المنحة تأتي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إمداد الطاقة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، الذي يهدف إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء من خلال توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 30 إلى 35 ميجاوات. ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً بما تشهده سوريا لطول حدوده الجغرافية التي تزيد عن 375 كيلومتراً. من جهة أخرى، تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين توزيع المساعدات الإغاثية للموسم الحالي التي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية للاجئين السوريين في لبنان، مستهدفة عدد 800 وأسرة واحدة بواقع 4,806 مستفيد. وأشار مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إلى أن الحملة مستمرة ضمن محطات الخير التي تقدمها لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان لتلبي احتياجاتهم الفعلية من المساعدات الإغاثية. وحثت القمة العربية المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين بما يواكب حجم الأعباء التي تطلع بها تلك الدول. إذن كما ورد في التقرير، أرقام مفزعة للاجئين السوريين في دول الجوار، أرقام تجاوزت 5 ملايين لاجئ، وهو رقم لأول مرة يسجل في سوريا منذ بداية الحرب منذ أكثر من 6 سنوات. دول الجوار المعنية باستقبال هذا العدد الهائل هي لبنان وتركيا والأردن بالدرجة الأولى. ونلفت انتباهكم مشاهدينا إلى أن اللاجئين في كل من الأردن ولبنان هم ليسوا فقط لاجئين سوريين، وإنما كذلك هناك لاجئين عراقيين. من هذا الرقم الكبير سنحاول أن نفتح حلقة ليلة من أكثر من عنوان، فيها سنهتم بملف اللاجئين بصفة عامة بقطع النظر عن بلد المنشأ في كل من لبنان ومن الأردن بالتحديد، لكونهما أكثر البلدان المستضيفة
للاجئين. إذا مشاهدينا، تبعات الأزمة السورية ألقت بثقلها إذا على الوضع الاقتصادي في لبنان، وبعيدا عن الرأي السياسي كان رأي الشارع اللبناني مماثلا في تبعات أزمة اللجوء السوري في لبنان. نتابع. قالها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري في بروكسل: لبنان بات مخيما كبيرا للنازحين، مؤكدا أن بلاده باتت منهكة بسبب نزوح أكثر من 1.5 مليون سوري من دون دعم مادي كاف من المجتمع الدولي. وفي ظل الضغط على الموارد وسوق العمل وفي المستشفيات والمدارس، كيف تترجم الأوضاع في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية؟ من الناحية الإنسانية نحن كلنا تعاطف مع الشعب السوري النازح يلي عم بيعاني، يلي عم بيعيش بمخيمات ما فيها مقومات الحياة، لكن بنفس الوقت اللبناني وضعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي صار ينذر بعواقب وخيمة. من هالمنطلق صار لازم نلاقي حل، لأنه لبنان عدد سكانه 3-4 ملايين نسمة، صار عندنا نازحين مسجلين 1.5 مليون بس هن يفوقوا 2 مليونين. يعبر السياسيون عن لسان حال الشارع الذي يبدي تعاطفا مع الأشقاء السوريين، لكنه منتعض من المنافسة على لقمة عيشه في ميدان العمل وعلى صعيد الخدمات وغيرها. التاكسيات عم يشتغلوا، خضرة عم يشتغلوا، محلات عم يشتغلوا، ما عم بيخلوا شيء ما يشتغلوا، حتى نسوان جوبون عم يشغلون، اولادهم عم يشغلون بالشحاده، بالبطاله، بالجوع، بالتعتير، بالكآبه للشباب والصبايا، هيدي اهم شغله. البياعين الخضراء صاروا سوريين، اللبناني راح بيسكر، لانه هن بيناموا محلات، يعني محلات متواضعه، ما بيناموا محلات بيدفعوا ايجار غالي او ما بيدفعوا تاكسز وقصص. لكن هناك من يرى في الارتدادات الاقتصادية لأزمة النزوح بعد اجتماعي خطير لا يقود الشباب اللبناني إلى الهجرة وحسب، إنما بات يدخلهم في آتون الأعمال غير الشرعية. المصلحة العامة على رأسي قبل عيني، بس ما بتفرض عليك أنه تشرد شباب، شبابنا أكتر وعم بيهاجر، واللي ما عم بيهاجر عم بيتعاطى مخدرات، واللي ما عم يتعاطى مخدرات عم بيلجأ، بعتذر منكم، للدعارة ليقدر يطلع مصاري. وهناك من يلقي باللائمة على السياسات الحكومية التي فشلت في استيعاب النزوح وتوظيفه في المكان الصحيح. لو النزوح السوري تم التعامل معه كمرحلة أو كعنصر مؤقت يمكن الاستفادة منه، من مهارات، من كفاءات، عندك مناطق بدها تأهيل، عندك زراعات بدها تتساوى، عندك مناطق متروكة، مناطق جردة، لو استخدم الوجود السوري بشكل تنموي وبشكل لتأهيل الواقع ما كان أزمة. ولا يخفى على أحد الهاجس الأمني في الشارع اللبناني الذي يتولد من استمرار المنافسة الاقتصادية من جهة، وحاجة النازح للمال مقابل أعمال غير مشروعة من جهة ثانية، أو حتى من اعتبار هذا العدد من النازحين قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر من جهة ثالثة. أكيد أثر، ما بقى بيشتغل اللبناني، بس أنا مش هذا اللي بخوفني من النزوح السوري، من النزوح السوري بخوفني الحالة الأمنية القريبة. هلا هن الإنسان اللي منه متعلم واللي عم يجي يشحد، اللي عم يجي يشحد ممكن يعمل أي شيء، ممكن يحط إنبلة، ممكن يفجر حاله. نحن بدنا إياهم يرجعوا على وطنهم يعيشوا بكرامة وبقانون وبعدالة، ومثل ما بنطلب لإلنا دولة قانون وشفافية وعدالة بنطلب لإلهم أيضا دولة، لأنه هن كمان عانوا طويلا من نفس النظام يلي نحن عانينا منه، يلي سبب كل هالمآسي عنا نحن. تظهر العواقب الاقتصادية والاجتماعية بشكل متواتر في الشارع، البعض لا يزال يصنفها بالعرضية، والبعض الآخر يرى فيها مؤشرات لتوترات قيد التصعيد، لكن الأكيد أن ناقوس الخطر بدأ يكرع، فالشعب منهك وآفاق الفرج لا تزال مسدودة بوجه سوريا ولبنان. لأخبار الآن، تريسا بعنطون، لبنان. إذن لبنان هو البلد الذي استقبل العدد الأكبر من اللاجئين ولا يزال يوميا يستقبلهم بأعداد كبيرة. كيف هي الصورة الحالية؟ هل لبنان قادر على استيعاب المزيد من اللاجئين؟ هل لبنان قادر على التكيف مع الوضع الجديد على ضوء زحف اللاجئين؟ وهل من حلول للبنان للخروج من عنق الزجاجة كما يقال؟
كل هذه النقاط والأسئلة وأكثر نقف مع ضيفي الذي ينضم لنا الآن مباشرة عبر الهاتف من بيروت، الوزير اللبناني السابق للشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والذي كان مسؤولا عن ملف النازحين السوريين. أهلا بك معالي الوزير معنا. في البداية هل لك أن تقرب لنا الصورة أكثر عن الوضع الاجتماعي الحالي في لبنان على ضوء هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يزحفون بشكل تقريبا إذا ما صح التعبير يومي إلى لبنان؟ كيف هو الوضع؟ يعني أنا أريد أن أصوب، ليس هناك زحفا يوميا ولا أسبوعيا. نحن من العام، من بداية العام 2015 لم يعد هناك نزوح على الإطلاق. ليس هناك أي نزوح؟ أي نزوح من 2015. طيب نتحدث عن الوضع الحالي الآن مع الأعداد الموجودة حاليا، والكلام الآن عن الضربة الأمريكية التي قد يعني تفضي إلى مزيد من النزوح، لن يكون هذا النزوح إلى لبنان. هذا أمر حسم لدى الحكومة اللبنانية منذ ذلك التاريخ ولا عودة عنه، ولا يوجد ضرورة على الإطلاق لهذا الأمر، لأن الأماكن التي تضرب بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان. طيب نعلم بأنه معالي الوزير هنا فقط في موضوع الزحف اليومي للاجئين، هو هناك زحف يومي ولكن ربما يتجهون إلى دول أخرى، دول جوا الأخرى إن كان تركيا أو الأردن، لكن لو نتحدث هنا عن لبنان عن وضع الحالي. إذا شئت الدقة فإنني أقول بصراحة المسألة الآن ليس فيها مسألة مزيد من اللاجئين. نعم. كيف يمكن أن نعيد اللاجئين إلى بيوتهم؟ هذا رقم واحد. رقم الثاني، كيف يمكن أن نقدم الرعاية والعناية للاجئين وللدول المضيفة للاجئين؟ صحيح. هذه هي المسألة المطروحة. طيب. المسألة الآن ليست مسألة. كيف ذلك؟ يعني نقطة يعني في صلب الموضوع، في صلب موضوع أولاً الحلقة. أولاً هناك تطورات دولية راهنة تشير إلى أن كلا الجبارين بين مزدوجين يسعيان الآن إلى إقامة مناطق آمنة داخل سوريا. هذه المناطق الآمنة يجب أن ينفق المجتمع الدولي ما يجب وما يلزم لتأهيلها إغراء وتحفيزا للاجئين للعودة إلى بلاده. ثانيا، إن الخطط التي يتبعها المجتمع الدولي بإغاثة اللاجئين و إعانة المجتمعات المضيفة يخطط دون المستوى بكثير. وإذا كنت أريد أن أكون أكثر إنصافا وأردت أن أجري مقارنة بين ما أنفق من مال على الحرب في سوريا على قتل السوريين وما أنفق من مال لإغاثتهم لوجدنا أن الفارقة مرعب. طيب معالي الوزير، دعنا ربما نخرج عن سياق عنوان الحلقة هو وضع اللاجئين في دول اللجوء. دعنا نتحدث عن لبنان، عن وضع مثلا حضرتك لفت إلى موضوع اللاجئين السوريين بالتحديد في لبنان الآن الوضع الحالي. أنا يعني رقم الدقيق إذا سمحت لي، رقم دقيق لعدد اللاجئين إذا لديك عددهم. نعم. الآن ووضعهم. نعم. الحالي في لبنان. أنا الوضع الدقيق، الرقم الدقيق الذي كان لدي عندما غادرت الوزارة كان 1,030,000 سوري مسجلين بصورة رسمية لدى المفوضية الإسلامية لشؤون اللاجئين. وهناك طبعا عدد يتراوح بين 200,000 و 300,000 هم ليسوا لاجئين. هم يعني تقريبا 1.5 مليون. نعم. ربما بعضهم كان قبل الحرب وهو يسهم في الاقتصاد اللبناني في النشاطات العديدة الزراعية وأعمال البناء. وهناك أيضا بعض السوريين الذين آثروا الوجود في لبنان بدلا من أن يبقوا في سوريا. طيب معالي الوزير، كيف يتعامل لبنان مع هذا العدد الكبير، مع هذا الوضع، مع 1.5 مليون لاجئ سوري؟ أنا عندما أقول، والآن أنا فخور بأن أعلن ذلك، أن لبنان قد عامل الإخوة السوريين معاملة لا نظير لها في أي مكان، وأن الإخوة السوريين ليسوا محجورين في أماكن محددة، بل هم يتجولون في كل مكان ويمارسون نشاطاتهم بحرية ويمارسون أيضا أعمالا ولو كانت خارج القانون اللبناني، لأن القانون اللبناني يحدد النشاطات التي يجوز لغير اللبناني أن يمارسها. ورغم ذلك فإن حالة طرد واحدة لم تحدث،
وإنني أرى أن الإخوة السوريين يتأدبون حتى هذه اللحظة بأداب البلاد وقوانينها، ولكن بكل صراحة عندما يكون نصف عدد الشعب اللبناني، ما يوازي نصف عدد الشعب اللبناني من غير اللبنانيين، فلك أن تتصوري بدولة فقيرة ما زالت تعيش أزمة اقتصادية خانقة، مساحتها ضيقة، فقدت حدودها البرية، انخفضت نسبة النمو من 9% إلى ناقص 1%، لك أن تتخيلي هذا الأمر الكبير. نعم. طيب معالي الوزير، حضرتك كنت وزير سابق للشؤون الاجتماعية، يعني انطلاقا من هنا، يعني لو تحدثنا ربما عن الناحية الاجتماعية، عن البرامج التي تقدم من قبل الوزارة لاحتواء أزمة اللاجئين. نعم، هناك برامج، هناك برنامج أعلن في القصر الحكومي منذ العام بنهاية العام 2014، هي الخطة اللبنانية للاستجابة للأزمة، وأسميناها LCRP، وكانت في إشراف السيد بان كيمون وشراكته، وحضر السيد يان أليسون نائبه لإعلان هذه الخطة. وفي العام الذي يلي أيضا أعلنت الخطة للعام 2016، ثم في نهاية العام السابق أعلن الرئيس سعد الحريري خطة لمدة 3 سنوات، ولكنني أقول أن هذه الخطة مع الأسف لا يفي المتعهدون بما تعهدوا به بصورة دقيقة، وهي لم تتخطى يوم من الأيام بنسبة 60% أو 65% مما هو مقدر. طيب يعني هذه الخطة كيف ترجمت على الأرض؟ هل عن طريق ربما مخيمات، تقديم مساعدات عينية، كيف؟ عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ما ينفق على السوريين لا ينفق. هناك أمر آخر، هناك إنفاق كبير بواسطة وزارة التربية والتعليم على تعليم السوري. نعم. طيب معالي الوزير، إذا ما تحدثنا أيضا عن البدائل المطروحة من أجل تخفيف حدة أزمة اللاجئين، ضررها على المواطن اللبناني، حضرتك لمحت في بداية الحديث. ليس هناك من بدائل سوى الحل السياسي. طيب. أو إيجاد المناطق الآمنة أو المناطق التي انحسرت عنها المعارك لكي تكون صالحة للعودة. حضرتك لمحت في البداية بأنه وضع اللاجئين، يعني ربما يعني سوق العمل ما إلى ذلك، يعني هناك ضرر بشكل غير مباشر حتى ربما على المواطن اللبناني، كيف يمكن احتواء ذلك؟ لا، بلا شك الوضع الاقتصادي اللبناني الآن في خطر شديد، وأنتم تعلمون أن مصرف لبنان قد لجأ إلى هندسة مالية في غاية الدقة من أجل إنقاذ الوضع النقدي، وأن الاقتصاد اللبناني يعاني ركودا مخيفا، وأن اليد العاملة السورية التي دخلت إلى هذه الدورة الاقتصادية الرتيبة لا يمكن إلا أن يفاقم هذه الأزمة. طيب ابقى معي معالي الوزير، سنذهب لنتابع هذا الكليب القصير وسأعود إليك للتعليق عليه إذا سمحت لي بالتفضل بالاستماع معنا. فمع تدفق مشاهدينا، مع تدفق إذا اللاجئين السوريين، تتعامل بلدة ريفية، بلدة في وادي البقاع اللبناني تسمى بير الياس، مع 40 طنا إضافيا من المخلفات يوميا في بلد ليس لديه أصلا خطة وطنية للتخلص من القمامة. لعل الصور التي سنشاهدها الآن مشاهدينا هي أكبر دليل على أن الأزمة بلغت أعلى مستوياتها. أزمة اللاجئين وفق المسؤولين المحليين استنزفت الخدمات العامة في منطقة فقيرة في قلب لبنان الزراعي، لكن ربما المظهر الأكثر وضوحا على المشكلة هو تل القمامة المرتفع وسط التلال أو قنوات المياه المفتوحة التي تفيض بالمخلفات في الشتاء. بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، فإن الحاجة إلى تمويل أجنبي واضحة في حالات مثل بيرلياس، حيث حذرت جماعات إغاثية من أخطار بيئية رهيبة. وجود النازح السوري زاد المشكل تعيد. يعني حضرتك إذا بتشوف المكب العشوائي دي، هذا يوميا بيجي 60 إلى 70 طن، يوميا بيجي 60 إلى 70 طن بدون معالج. هلا هان سهل علينا الوضع، رح يصير فيه معالج. هذا نحن عم نحذر منه كل الجمعيات اللي عم تيجي تزورنا، انه في توتر خائف، ونحن لحد هلا قادرين نمون، بس رح تيجي لحظه مثل ما حكيت مع احنا هنا انه يصير في انفجار.
أعود إلى ضيفي عبر الهاتف مباشرة من بيروت الوزير اللبناني السابق للشؤون الاجتماعية رشيد درباس. معالي الوزير، تابعت معنا ما يجري في بلدة دير الياس وطبعا ما قاله رئيس البلدية قبل قليل، ما تعليقكم؟ نعم، هذا أقل ما يقال، إنه محق تماما، وهذه عينة بسيطة من الأزمة المتفاقمة التي يعانيها الشعب اللبناني والشعب السوري على السواء. أنا لا أنظر من منظار عنصري على الإطلاق، هم إخوتنا وأشقاؤنا وواجبنا أن نضيفهم، ولكن ما بيبدأ الجد حيلة وهذا ما توصلنا إلى تقديمه، وهذا أقصى ما نستطيع أن نقدمه. طيب، من ناحية سوق العمل ومن ناحية العمل، سيد الحريري في تصريح له في بروكسل قال بأن 90% من الشباب اللبناني يشعرون بأنهم مهددون، وأن التوترات بين اللاجئين اللبنانيين بين اللاجئين السوريين خاصة واللبنانيين وصلت إلى مستويات خطيرة، حذرا من أن يؤدي هذا الأمر إلى اضطرابات اجتماعية، إلى أعمال عنف من شأنها أيضا أن تهدد أمن البلاد واستقرارها. أرجو أن لا يحدث ذلك، ولكن الذي ينظر بواقعية يستطيع أن يتوقع ما قاله دولة الرئيس الحالي. طيب، كيف يمكن احتواء ذلك؟ كيف يمكن الحؤول دون وقوع ذلك؟ على المجتمع الدولي أن يظهر شراكة نزيهة. يعني كيف يمكن أن تترجم على الأرض؟ وأيضا أضيف، وأنا أعلن الآن بواسطة تلفزيون دبي، أنا أقول أن هذه الديموغرافيا العربية المتشتتة أن هذه الديموغرافيا العربية المتشتتة هي أولى بأمتها العربية أن تحميها، وبالتالي أنا أقترح أن يكون هناك صندوق عربي، والله قد اقترحت ذلك عندما كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ووضع على جدول الأعمال، ولكنني لست أدري ماذا حدث بعد ذلك لأنني غادرت الوزارة. أنا أعتقد وأعلن وأطلب أنه يجب أن يعلن عن صندوق عربي مهمته حفاظ على الديموغرافيا العربية وعلى استقامة اللسان العربي وعلى الملامح العربية، بدلا من أن نكون نحن نهبا للقوارب التي تغرق في قاع المحيطات والبحار. معالي الوزير، أيضا من الناحية الاجتماعية، إذا ما خضنا أكثر في هذه النقطة، بعض التقارير تتحدث عن أن العلاقات الاجتماعية تتأزم أكثر وفي بعض الحالات تصل إلى أزمات أكثر تعقيدا منها. إذا سمحت لي أيضا، إذا سمحت لي يعني فقط لكي أشرح لك النقطة، هي أيضا وصلت في بعض الأحيان إلى اشتعال النعرات العنصرية بين المواطن اللبناني واللاجئ السوري، كيف يمكن التعامل مع هذا؟ أنا لا أتوقع ذلك وأرجو أن لا يحدث ذلك، ولكن علينا أن نحتاط ونحذر ونتخذ الإجراءات الوقائية حتى لا يحدث. طيب، في سوق العمل أيضا يعني هناك منافسة بحسب تقارير نحن نتحدث بين الموظف أو العامل اللبناني واللاجئ، منافسة في بعض الأحيان تؤدي إلى أزمات جديدة، يعني منها ارتفاع ربما معدلات البطالة للمواطن اللبناني أكثر من ذي قبل. هذا صحيح. طيب، هذا صحيح. طيب، هذه الحالة، هل من إجراءات لحماية الفرص المتاحة لتوظيف المواطن اللبناني؟ لقد اقترحت على الجهات المانحة أن يكون هناك استثمار في الدورة الاقتصادية اللبنانية، لا سيما في سهلي عكار والبقاع، حيث تكون الكثافة السكانية السورية. هذا الاستثمار يكون في القطاع الزراعي وقطاع الانتاج الحيواني، وقلت لهم في ذلك الحين الأمر في غاية البساطة، إنكم تستطيعون أن تنجزوا أو تكسبوا أرباحا كبيرة فيما لو استثمرتم في هذه القطاعات، وأنتم بهذا أيضا تحركون الركود الاقتصادي. نعم، ولكننا نسمع مديحا لحسن المعاملة اللبنانية لإخوة السوريين، ولا نشعر بالشراكة على الدرجة المطلوبة. نعم، بين الشركاء. طب يعني يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه حتى أن وضعهم ربما معالي الوزير في بلادهم الحرب معانوه من معاناة، ولجأوا إلى هذا البلد الشقيق أو إلى هذه الدولة الشقيقة، يعني يجب أن لا ننسى أنه يجب أن يكون هناك تعامل يعني ربما أكثر إنسانية أو أكثر تفهما وتقبلا، صحيح؟ أعتقد أن الشعب اللبناني والدولة اللبنانية
أظهر درجة عالية من هذا الإحساس وهذا الدرجة عالية من المسؤولية الإنسانية والقومية. هم أشقاؤنا كما قلت لك ونحن لا نتنكر لعروبتنا ولإخوتنا، ولكن على الإخوة العرب أيضا أن يعلموا أن لبنان يستوعب في مجتمعه ما يوازي نصف عدده من الأخوة العرب، 500,000 فلسطيني ومليون ونصف. نعم، شكرا جزيلا لك معالي الوزير اللبناني السابق للشؤون الاجتماعية رشيد درباس، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا. وضع إنساني مأساوي يعيشه مخيم الركبان للاجئين السوريين، فلا غذاء ولا دواء ولا مساعدات إنسانية تدخل المخيم بشكل منتظم منذ نحو 4 أشهر. المخيم الذي قدر عدد نازحين بداخله بنحو 70,000 معظم قاطنيه من الأطفال والنساء القادمين من البادية السورية والذين يعيشون بانتظار دخول الأغذية وحليب الأطفال. وصول المساعدات الغذائية والطبية كان الهاجس الأكبر للنازحين في هذا المخيم، إذ تقول تقارير صادرة من هناك أن 4 أشهر مضت ولم تدخل مساعدات حقيقية إلى المخيم ما تسبب بانتشار الأمراض بين النازحين وتحديدا الأطفال، فقد تم توثيق وفاة عدد منهم فيما لا يزال العشرات يعاني من أمراض مزمنة تهدد حياتهم وحياة من يعيش في محيطهم. أزمة الغذاء والدواء يضاف إليها تقلبات الطقس الذي تشهده البادية حيث مخيم الركبان، فالعواصف المطرية والرملية اجتاحت المخيم مرات عدة خلال فصل الشتاء ما تسبب بفيضانات واقتلاع الخيام الرثة أصلا، ما جعل العشرات من هؤلاء النازحين ينامون في العراء. معاناة حقيقية يعيشها أبناء المخيم منذ لحظة وصولهم إلى تلك المنطقة الجرداء، فلا يملكون إلا أن يواصلوا نداءهم على أمل أن يسمع صوتهم ويستجيب القائمون على إيصال المساعدات. إذا مشاهدينا، إذا كان تقرير عن وضع النازحين السوريين في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، طبعا يعيشون بمدة 4 أشهر داخل هذا المخيم بدون مساعدات وبأوضاع صحية وإنسانية جدا متأزمة. مستمرون إذن معكم مع هذه الحلقة من أكثر من عنوان، سننتقل الآن إلى فاصل قصير بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونواصل معا حلقة ليلة من أكثر من عنوان التي نخصصها للحديث عن تداعيات أزمة اللاجئين على الدول المستضيفة، ونخص الحديث هذه الليلة عن دول الجوار لكل من سوريا والعراق وهي الأردن ولبنان. في هذا الجزء الثاني من الحلقة سنتحدث عن الوضع في الأردن وننطلق من هذا التقرير. أعوام 6 وما يزيد قد مضت على بدء الأزمة السورية، أزمة ألقت بدلالها على دول الجوار. الأردن الجارة الجنوبية لسوريا استقبلت ومنذ اليوم الأول آلاف اللاجئين السوريين رغم عدم جاهزيتها لذلك ورغم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الأصل. استضافة الأردن لأكثر من 1.5 مليون، وأعتقد أن الأرقام الصحيحة هي أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، يعني حمل الاقتصاد الأردني والبنية التحتية الأردنية عبئا كبيرا. نتكلم عن المؤسسات الخدمية الأردنية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة وغير ذلك، فبالتالي تحملت الميزانية الأردنية هذا العبء وانعكس سلبا حقيقة على العجز في الميزانيات التي ميزانيات السنوات الماضية. تضاربت الأرقام المسجلة مع غير المسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولدى السلطات الأردنية، إلا أن الإحصائيات كانت تشير إلى 1,600,000 سوري دخلوا المملكة خلال السنوات الثلاث الأولى، فيما تتحدث الحكومة الأردنية مؤخرا عن أرقام أكبر من ذلك لهذه الأزمة على اقتصاد الأردن، فالكلفة التي ترتبت على الدولة نتيجة استضافتها للاجئين فاقت 10 مليارات دولار، وذلك بحسب الحكومة الأردنية.
المؤتمر الأخير الدولي في لندن، مؤتمر المانحين، تعهدوا بتقديم حوالي 11 مليار للدول المانحة، لكن حسب يعني تصريحات وزير الإعلام الأردني قبل في المؤتمر الأخير تحدث بأنه فقط ما تم تحقيقه من فيما يتعلق بالمساعدات الدولية هو فقط 36%، يعني فقط 36% هو ما تحصل عليه الأردن من جميع المساعدات التي تعهدت يعني الجانب الدولي في تقديمه للأردن. في العام 2017 وصلت نسبة الفقر ما بين اللاجئين داخل الأردن إلى 93%. هذه النسبة ارتفعت بسبب النقص في الدعم الدولي سنة بعد سنة، بالكاد نصل السنة في نهايتها إلى 50% مما نحتاجه، وعلى تراكم 6 سنوات والدخول السنة السابعة هذا الرقم يشكل خطر كبير تحديدا على الاقتصاد الأردني وعلى نسيج المجتمع في داخل الأردن. الدول المانحة والمؤتمرات التي عقدت بهدف الوقوف مع الأردن والدول التي تأثرت من هذا الملف لم تفي بتعهداتها كاملة، الأمر الذي عكس سلبيات الأزمة على الداخل الأردني، فحجم مشكلتي البطالة إضافة إلى ضعف الدخل قد تضاعفا ووصلا إلى حدودهما القصوى. إذن الأردن ما بين مطرقة الواجب وسندان الحاجة، فحجم أعباء ملف اللاجئين السوريين فاق التوقعات والإمكانيات وسط وعود دولية في المساعدة جلها ومنذ 5 سنوات مضت حبر على ورق. لأخبار الآن، دانيال معايطة، عمان. الأردن البلد الذي يستضيف اللاجئين من سوريا وكذلك من العراق، ما حجم أزمة اللاجئين فيه؟ هل المملكة كانت جاهزة لاستقبال هذا العدد المهول؟ هل البنى التحتية جاهزة لذلك؟ هل النسيج الاجتماعي جاهز بدوره التجانس مع اللاجئين؟ هل سوق العمل والنظام التعليمي والرعاية الصحية بإمكانهم احتواء الأزمة؟ كل هذه نقاط نقف عندها مع وزير المالية الأردني السابق الدكتور محمد أبو حمور. معالي الوزير، مساء الخير، أهلا بك معنا. نتحدث عن بلد يستضيف عدد كبير من اللاجئين سواء السوريين سواء العراقيين، يعني ما هو حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة الأردنية هنا لتوفير الخدمات أولا للمواطنين ثم للاجئين الذين جاءوا إلى أرضها، خاصة وأن القطاعات في الأردن سواء العام أو الخاص يقال بأنها غير قادرة على توفير احتياجات المواطنين واللاجئين؟ شكرا لكم في البداية في هذه القناة الطيبة. والصحيح أنه يعني الأردن كما هو معروف يعني اقتصاديا هو محدود الموارد، وبالتالي محدودية الموارد أدت لأنه في ضغوطات سواء كان على القطاع الخاص أو على الحكومة تحديدا، يعاني من ارتفاع المديونية وارتفاع العجز، وبالتالي الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الإطار الإمكانيات المحدودة، وهذا يعني بيتطلب من الحكومة أنه نتيجة وجود اللجوء العراقي يعني أولا ومن ثم اللجوء السوري ثانيا، إنه الأردن أصبح البلد رقم واحد المستضيف في اللجوء السوري تحديدا، وهذا الرقم واحد يعني مثلا تركيا عندها رقم يمكن بالرقم المطلق أكبر، بس لكن إحنا في الأردن عندنا رقم كنسبة من السكان صحيح إنه الأعلى في العالم، اللي دولة في خلال آخر 4-5 سنوات استضافت حوالي 20% من عدد سكانها، وبالتالي بين كل 4 أردنيين الخامس هو سوري بيكون، بالإضافة لعدد من الجنسيات الأخرى ومن ضمنها كمان العراقيين إخواننا صدفناهم لما في وقت الحرب على العراق. صحيح أنه يعني إحنا نتيجة الإمكانيات المحدودة ونتيجة أنه الأردن بيقدم الدعم لعدد من السلع زي الخبز، وكان في مرحلة سابقة المحروقات، وبالإضافة للمياه والكهرباء أسعارها مدعومة، هذا العدد اللي هو بتواصل يعني بيصل لحوالي 1.25 مليون سوري بالأرقام اللي عندنا، لكن بالأرقام الرسمية طبعا أقل من ذلك بشوي. هذا بتطلب أنه إحنا يعني خمس الموازنة العامة المتعلقة بالتعليم والصحة والبنية التحتية وكثير من الجوانب، يعني كلها قضايا هاي يعني تشكل ضغط على الحكومة الأردنية وعلى مواردها المحدودة. يعني فقط للتوضيح هنا معالي الوزير، يعني بشكل ربما أبسط، هل سوق العمل الآن، هل النظام التعليمي، الرعاية الصحية بإمكانهم مجتمعين أن يحتووا هذه الأزمة، أزمة هذا العدد الكبير من اللاجئين؟ وإذا لا، ما الذي يتطلب فعله الآن من قبل الحكومة الأردنية؟ يعني احنا الحكومة الأردنية بتقوم بكل ما بوسعها ضمن إمكانياتها على أساس أنها تقدم الخدمات، لكن هذا بشكل ضغط بصراحة على الكوادر الأردنية
سواء كان في قطاع التعليم والصحة والبنى التحتية كلها بشكل عام، بالإضافة لتوفير السكن والمأوى المناسب والآمن، بالإضافة لقضايا كثيرة يعني كانت وأثرت على الاقتصاد الأردني نتيجة اللجوء السوري وعبء اللجوء السوري. يعني حسب بالأرقام يعني احنا كل سنة بيكلفنا وجود الإخوان اللاجئين السوريين حوالي 3 مليار دولار، لكن ما يقدم المجتمع الدولي لا يتجاوز 40% من هذا الرقم، وبالتالي 60% من هذا الرقم تتحمله الحكومة الأردنية، وهذا أدى لزيادة العجز والمدونية خلال السنوات الخمس الأخيرة. تضاعفت عن المدونية من حوالي 11.5 مليار ل 26 مليار تقريبا. ويعني اللجوء القضية الرئيسية أنه يعني ما في بوادر بأنه هاي المشكلة أو الأزمة تنحل، وحسب المعايير الدولية أنه اللاجئ بيستمر بوجوده في الدولة المستضيفة لما لا يقل عن جيل كامل أو حوالي 20 سنة. طيب وهذا هنا يعني أنه إحنا مطلوب منا أنه معالي الوزير، هنا مع هذه المبالغ الكبيرة التي تقوم بضخها الحكومة الأردنية لاحتواء أزمة اللاجئين، كيف توازن المملكة بين حاجيات المواطنين الأردنيين أولا ومن ثم اللاجئين السوريين والعراقيين؟ يعني بصراحة نتيجة العجوزات المتزايدة في الموازنة وزيادة المديونية وأعباها أدت لأنه الحكومة الأردنية تلجأ بصراحة وبصورة كبيرة وبصورة مكثفة خلال السنوات الأخيرة لزيادة الأعباء على المواطنين، سواء كان من حيث الضرائب أو ارتفاع الأسعار أو تحرير بعض أسعار السلع زي المحروقات. وهذا أدى خلال السنوات الماضية لأنه مستوى معيشة المواطن الأردني تحديداً أنه تنزل كل سنة بمعدل 5%، وبمعنى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة مستوى معيشة المواطن الأردني تراجعت بشكل متراكم 20%. هذا أدى لأنه المواطن الأردني يشعر بعدم الارتياح وبأنه مستوى معيشته بتتراجع، وبأنه لكن هذا التراجع لم يقابله زيادة في الدخل، وبالتالي كان هناك ضغط على دخول المواطنين والقوة الشرائية تراجعت بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة في بداية هذا العام مع الإجراءات الأخيرة. يعني عندنا هون مستوى التضخم ارتفع على مستوى 4.6%، وهذا يعني انه تآكل دخول المواطنين الأردنيين، وهذا هاي الآثار طبعا المباشرة اللي ممكن احنا نطلع لها بالأرقام اللي الحكومة بتقدمها، لكن هناك آثار كثيرة غير مباشرة. طيب نتحدث عنها بعد قليل معالي الوزير اذا سمحت لي، ابقى معي. سنذهب الى هذا الفاصل. معالي وزير المالية الأردني السابق الدكتور محمد ابو حمور، سأعود اليك بعد قليل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ورحب من جديد أيضا بضيفي وزير المالية الأردني السابق دكتور محمد أبو حمور معنا عبر رقم اصطناعي مباشرة من عمان. إذا هذا الجزء الأخير من حلقة ليلة من أكثر من عنوان، طبعا نخصصها لملف اللاجئين وأيضا وجودهم في البلدان المستضيفة وأثار هذا الوجود هناك. من جديد أعود إلى تقرير لمراسلة أخبار الآن دانيال معايطة من عمان عن منح مالية لدعم القطاع الصحي لمساعدة لاجئين سوريين في الأردن، نتابع. سنوات خمس مضت على أزمة اللجوء السوري إلى دول الجوار. الأردن الأقرب إلى سوريا استقبل وعلى فترات أعدادا كبيرة زادت من أعبائه التي شكلت ضغطا كبيرا ومتزايدا على بنيته التحتية ومقدراته الرئيسية، فأتى قطاع الصحة في تصنيف القطاعات التي تحملت ضغطاً إضافياً كبيراً، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الحكومة الأردنية إلى إنفاقها ما يزيد عن 2 ملياري دولار منذ بدء الأزمة، فاتجهت المطالب لتحويل جزءاً من المنح الدولية لقطاع الصحة. مشروع نفذته UNHCR قيمته حوالي 6 ملايين دولار، وكان يشمل هذا المشروع حقيقة تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية عدد كبير من الأجهزة، وهذه الهدف من التجهيز هو زيادة قدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز لمعالجة الأردنيين الذين تأثروا كثيرا باللجوء السوري، بالإضافة طبعا إلى علاج المرضى السوريين. هذه المنحة بلغت قيمتها 6 ملايين دولار أمريكي، وفرت أكثر من 540 جهازا طبي سيتم من خلالها تقديم الخدمات الصحية للأردنيين وللاجئين على حد سواء، حيث تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية السامية
فالأرقام تشير إلى أن المفوضية وخلال عامين فقط قامت بتوفير معدات طبية ل 72 مركزا صحي و 40 مستشفى في أغلب محافظات المملكة. المشاريع اللي عملناها هي احنا مسميها مشاريع ذات جدوى سريعة، بأي مكان وجدنا بمرافق وزارة الصحة مستشفيات أو مراكز صحية بحاجة لدعم تطوير قدرات دخلنا فيها. هذا المشروع احنا طبعا بشراكة مع وزارة الصحة قمنا فيه من البداية. تستمر أزمة اللجوء وتتعاظم حجم الاحتياجات في وقت تسعى الكثير من القوى في العالم لإيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية وإنهاء حالة التشرد لملايين اللاجئين السوريين، فكرامة الإنسان تكمن في وطنه وعلى أرضه. وتأتي هذه المنحة لما يحمله القطاع الصحي من أولوية ملحة لتطوير المرافق الصحية في ظل ازدياد اللجوء لخدمة اللاجئين والمجتمع المضيف على المدى الطويل. لأخبار الآن، دانيال معايطة، عمان. أعود إلى ضيفي وزير المالية الأردني السابق الدكتور محمد أبو حمور عبر الأقمار الصناعية مباشرة من عمان. دكتور معالي الوزير، قبل قليل كنا نتحدث عن آثار تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين على الأردن تحديدا، وحضرتك كنت تتحدث عن الآثار غير المباشرة لذلك، لو ربما تحدثنا أكثر عنها باختصار هنا. يعني الآثار الغير مباشرة مثلا فيما يتعلق بالقطاع الصحي، زي ما لاحظنا أنه يعني الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين من ناحية الرعاية الصحية أصبحت يعني أقل جودة بسبب يعني الأعداد الكبيرة أنهم بيعالجوا الأردنيين وغير الأردنيين، بالإضافة لأنه في التعليم كان في جانب آخر، قضية التعليم أنه صار عندنا نظام الفترتين، وهذا بيصير ضغط على المدارس وعلى وزارة التربية والتعليم، بحيث أنه إحنا بدنا نعلم السوريين زي ما بنعلم الأردنيين، وبالتالي هذا ضغط آخر، بالإضافة للإزدحام المروري، ولعله يعني كمان اللعب الاقتصادي الأكبر أنه معظم الإخوان السوريين اللي يجوا، بعضهم كان له جزء كبير من الاستثمارات في الأردن، بس معظم اللي يجوا للأردن هم الناس اللي ما كان عندهم إمكانيات مالية، وبالتالي ما كان بإمكانه يروح لأي دولة، وكان سهل عليه أنه يقطع بس الحدود ويجي على الأردن، وهذا طيب بحاجة دكتور. لإعالة وبحاجة لفرص عمل وبحاجة للعديد من الخدمات. طيب من هنا انطلاقا من هنا، يعني معالي الوزير نتحدث بأنه هناك أعداد كبيرة، هناك أثر مباشرة وغير مباشرة، المواطن الأردني يتأثر من هنا، لكن هل هناك ربما برامج تهدف إلى تحويل هؤلاء اللاجئين من عبء مثلا ما بين قوسين إذا صح التعبير إلى قوة عاملة منتجة في المناطق التي لجأوا إليها مثلا في الأردن؟ يعني احنا كما هو معروف انه يعني طالما انه اللجوء السوري ما راح يكون لفترة زمنية قصيرة، راح تمتد على الاقل 20 سنة حتى لو انحلت الأزمة، يعني بتاخذ اوقاتها، هي حسب الدراسات العالمية. معنى ذلك انه يعني يجب انه احنا وجودهم نستغل هالطاقات الموجودة من الشباب ومن كل المجتمع السوري اللي الآن أصبح موجود عندنا واللاجئين، بحيث أنه نلاقي لهم فرص عمل، ولعله جزء من المنح سواء كانت الأوروبية أو غيرها بتتوجه لخلق فرص عمل لإخواننا السوريين. إحنا الآن بنعاملهم معاملة الأردنيين، وهم بتلقوا طبعا دعم من المؤسسات الدولية، لكن إحنا برضو فرص العمل مفتوحة لهم. وأصار برضو كمان من الآثار غير المباشرة أنه برضو إخواننا السوريين أصبحوا ينافسوا الأردنيين على فرص العمل، وبالتالي هذا أدى لأنه ارتفعت مستويات البطالة عندنا في الأردن لمستويات غير مسبوقة، وصلت 15.8%، وهي الأعلى منذ حوالي 11 سنة. هذا بتطلب أنه جهود أكثر نستغلها الطاقات الشابة، لأنه هي الطاقات المعطلة يجب أن نستغلها وتجيرها لصالح الاقتصاد ولصالح الأردن. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا، وزير المالية الأردني السابق الدكتور محمد أبو حمور، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. من النماذج الإيجابية من اللاجئين الذين رفضوا المعونات الدولية أو تلك التي يهبهم إياها البلد الذي يستضيفهم، نتابع معا قصة اللاجئ السوري في مخيم اللاجئين ببلدة بير الياس شرق لبنان، وائل يوسف، الذي تمكن من الاعتماد على نفسه لكسب رزقه ورزق عائلته. لما نزحنا على المخيم ما قدرت أني ضلني صابر على المعونات وعيش أنا أولادي من المعونات هاي، فقدرت عن طريق شباب أصحابي عملنا لمي واشتريت مكان خياطة، قسمت الخيمة اللي ساكن فيها لأولادي قسم، ولا مشغل خياطة صغير قسم، وقدرت أني أعمل ورشة خياطة لعيش من أنا وأولادي. من وراء ما كانت الخياطة صرت عم بشتغل تنجيد مفروشات مجالس عربية وخليجية، عم بشتغل بالخصر كمان إضافة لعمل العمل بالخياطة، ومن شغلي هاد عايش منه.
إذن اللاجئون في دول الجوار لسوريا وفي العراق هي أزمة تؤرق البلدان المستضيفة. هذا كان موضوع الليلة من حلقة أكثر من عنوان. أطيب تحيات لكم مني من فريق العمل معدة ألفة الجامي، وتصبحون على خير.